لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين خلفي قناة وداد الأمة. يعطي إشارة انطلاق المباراة، وضربة البداية كانت لفريق المريخ، يستعيد فريق الزمالك في أول كورة والخطورة، هدف سريع جيل عن طريق مصطفى شلبي. أنا استعدت كورة من أعلن مصطفى شلبي لشيكابالا. 1-0 في أفضل البدايات. مصطفى شلبي منذ الدقيقة الأولى يفتتح التسجيل ويعطي الأسبقية للزمان. ترجع كورة لفريق المريخ من أراكا سيلفا، والخط الدوري المجموعات لرابطة الأبطال. انطلاق في بداية الهجوم من جانب فريق الزمالك، في كورة من أحمد بالحاج، ترجع له كورة من جديد أحمد بالحاج، إطالة الكورة والالتحاق، لكن الكورة في دفاع المريخ، يلعب عالي الزمالك، يضغط هنا من عبد الله شمعة، ترجع في إمكانية لبداية هجوم للمريخ، والتغطية حاضرة في وسط الملعب. عبد الله شمعة استلام من مصطفى شلبي. إمكانية التصويب ممتازة، التمريرة والهدف الثاني. مستوى التمركز في دفاعات المريخ السوداني، يقبل هدفين في أول أو في أقل من خمس دقائق. ممتازة كورة مصطفى شلبي، شوف التمريرة، لم يكن متسلل. ناصر منشو رافائيل الوسط الملعب، عاد الدائر الأيسر بخيت خميس إلى جانب صالح نمر في المحور، وتحول مازن محمد الدين جانب فريق المريخ. في وسط الملعب مجدي عواد لمحمد ادريس، في كورة مع بخيت خميس، انطلاقة أليكس سيلفا يرجع بكورة لمجدي عواد، لعب على الضغط في الكورة الماضية من عبد الله نيمار، عرضية كورة خطيرة وهدف تغيير. زيزو والتصويب فوق مرمى محمد مصطفى. محمد صبحي ويدلل الفارق، هذه الإعادة لهدف تذليل الفارق لمصلحة المريخ. شوف في ظهر المدافع داخل منطقة الجزاء، سيم شعفر يتمركز طويل الكرة، خطير الاستلام، والهدف الثالث يتصدى محمد مصطفى. لم تتجاوز الكرة، كانت خطيرة على فريق المريخ. في انتظار الإعادة، كرة أولى والثانية يدخل الحارس محمد مصطفى. هذه الإعادة، كرة أولى بالرأس من ناصر، بعد أن تجاوز السيد عبد الله يخرج محمد صبحي ويحط الكرة في الركنية، أكثر خطورة. ضافت الهدف الثالث، هذه الإعادة لكرة ماتيو سينيو، وكرة بالرأس من رمي التماس لمصلحة المريخ. وسط الملعب سيرجيو رافائيل، ترجع كرة من محمود الونش، استلام ماتيو سينيو، في كرة لباولو سيرجيو، ياخذ كرة سيف شعفر تضرب في سيرجيو رافائيل، والتدخل حاضر من حسام عبد المجيد. مازالت الكرة في مناطق الزمالك، خطيرة وهدف التعادل. هدف عن طريق نوع الجزولي، خطا في عملية ابعاد الكرة في دفاعات الزمالك. ضغط رمضان محمد صبحي للركنية، مرفوع الركنية من برايان، تعود من دفاع الزمالك، كرة ثانية لأليكس سيلفا لبرايان أنجولو، يرفع كرة برايان، وسيدي في كرة مع السيد عبد الله الجزولي. صبحي رافائيل ماتيو سينيو، التصويب مرة أخرى، تألق حارس الزمالك محمد صبحي. هذه التصدي الثالث، كانت تصويبة قوية من محمد أشرف لعبد الله شمعة. مصطفى شلبي من الأطراف، باولو سيرجيو في الأدوار الدفاعية، عبد الله شمعة وهدف التعادل. ممتاز ناصر منسي بكرة ممتازة بالرأس، يغالط محمد مصطفى بعد هذه العرضية من عبد الله شمعة في تنفيذ الركنية، يرفع كرة طويلة.